اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من الغردقه. هعمل النهارده كالماري داينامايت. كالماري داينامايت يعني كالماري حراق مقلي، وهعمل معاه سلطه افوكادو بعين الجمل. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. هبتدي اول طبق بالكالماري داينامايت. اقول على المكونات: مايونيز، هوت صوص او صلصه حاره، ليمون، صلصه حاره حلوه، كالماري صغير، ونشا ذره. طبعا انا حاطط نشا ذره بالمنظر ده لان في هواء فهيطير، فده هيبقى اخر مرحله قبل ما ايه ابتدي احمر. هحط على النار زيت يسخن كويس قوي، يكون عميق كفايه ان كل قطعه كالماري متقطعه تبقى واقعه جوه الزيت عشان ما اقعدش اقلب فيه. هجيب لوح تقطيع وسكينه حاميه واقطع الكالماري حلقات. حط كل الكالماري كده مره واحده جنب بعضه، خلي دي هنا او هنا. هقطع الكالماري كده حلقات، نقول مثلا سنتي كل حلقه، لان ده لما هيستوي هتلاقوه انكمش شويه، هيلف حوالين نفسه كده وينكمش. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، عندنا اختيار من اتنين. انا شخصيا بحب الكالماري ده جدا، فبسيبه بالجلد بتاعه. لو مش عايزين ممكن نقشره. اقول لحضراتكم نقشره ازاي. لو الكالماري كده هتلاقوا فيه الجناحين دول، اوكي، انا برضو بس بوضحها. همسكها من ناحيه الجناح، لو لقيتوها بتتزحلق في ايديكم هنجيب شويه ملح ونحط الملح هنا كده هتمسك. هي غالبا مش محتاجه. همسك الجلد بعيد عن اللحم الكالماري من ناحيه الجناح، وبالراحه خالص هشد كده، بالراحة بالراحة خالص، بتطلع زي ما هي، تمام؟ بتطلع بالشكل ده. الفكرة بس ان انا الجناح ده طعمه حلو، وبعدين الجناح بتاع الكالماري الصغير بيبقى رقيق جدا فبيستوي على طول. في الكالماري الكبير بيحتاج يتشال انه بيبقى ناشف، لان تبقى الكالماري نفسها او الصبيت نفسها او الحبار بتبقى كبرت فبقت اقوى، فبيبقى الجناح بتاعها ده اللي هو بيتحرك بالطريقه دي، ده اللي بيخليها تمشي. فكل ما بتكبر كل ما بيكبر، فكل ما بيبقى بيعض في الاكل اكتر. كمل تقطيع، ودي كده كمان، تمام. وبعدين نرجعهم في الطبق بتاعهم تاني ونشيل دول، واغسل ايدي بميه وليمون وخل. هجيب بولة أكبر وهعمل بقى الميكس بتاع التتبيلة اللي هيكون المايونيز هيتقدم معاه. هقول لحضراتكم هنخلي المايونيز يبقى إيه على جنب كده في نفس البولة بتاعته. هياخد الهوت صوص أو الصوص الحار، طبعا دي أكلة سبايسي عشان كده اسمها ديناميت، وهياخد معلقتين كبار من تشيلي، السويت تشيلي او اللي هو الحلو ومسكر. خلي دول بقى جنب بعض. انا هميكس بس شويه من دول مع المايونيز، وهيبقى الديبنج او التغميس بتاعه جاهز. هاخد ليمونه حتى بالبزر، مش مشكله، دي تتبيله. الليمون ده مش هيطلع في اسف البزر ده مش هيطلع مع التتبيله. والثانيه معلقة ملح، معلقة واحدة بس زيت، والكالماري يتحط هنا. شيل بس الحاجات الزيادة، خليه هنا كده. وهقلب تقليبة كده سريعة، شوف بس الزيت اخباره ايه. تمام. يفضل طبعا ان احنا نسيب الكالماري 10 دقايق في التتبيله دي، وبعد كده النشا بقى هيعمل ايه، هيعمل طبقه على الكالماري عشان هو بيتحمر يبقى مقرمش. واحده واحده كده. طبعا لو اخدت كل التتبيله دي هتمسك جامد قوي في النشا،
يعني لازم اطلع الكاليماري واحده واحده، علشان لو حطيت السوائل دي كلها على النشا هتعمل كلاكيع. اطلعها واحده واحده كده بالراحه، يعني طبعا يفضل يكون فيها شويه عشان النشا تمسك، يعني لسه على كل قطعه كاليماري في شويه من التتبيله ومن الزيت يقوم يمسك عليها. وده مش هياخد، يمكن اقول لحضراتكم ايه، مش هياخد، مش هيكمل دقيقتين على النار. حطهم كلهم مره واحده، اشيل دي خلاص وبرده بالشوكه كده. وابتدي بقى واحده واحده، طلع كل واحده كده. غالبا على ما اكون حطيت اخر قطعه كاليماري هكون بشيل اول قطعه حطيتها. خلي بالنا من الحاجات اللي بتفرقع. بيطلع مقرمش النشا الذره، يعني النشا الذره عاده ما بيغلطش. هسرع شويه لان ابتدت ايه الفكره، ان انا مش عايز احطهم كلهم مره واحده كده علشان ما يمسكوش في بعض، عايز كل قطعه تبقى لوحدها. اهو زي ما قلت لحضراتكم، على ما هبتدي احط بقى كل واحده، لان هيبتدوا اخر حته ايه. ملحقش، لازم يطلع بسرعة لأنه ابتدى يتلسع. واحدة اتلسعت زيادة، طبعا الهواء بس بيعكسني شوية، لكن المهم ان احنا وصلنا للنتيجة اللي احنا عاوزينها. انا عايزه بس صفي الزيت اللي فيه، شيل دي من هنا. ودي كمان خلاص، نبعدهم عن بعض كده. تمام، طبعا اللي لونها فاتح دي عشان دول الحبة الاخرين اللي انا حطيتهم كلهم مع بعض فمسكوا في بعض، هتشيل دول علشان ما يبقاش ايه حراق وجميل قوي. ادي الايه الصوص اللي هو الحراق، هاخد معلقة كبيرة يتقدم معاه طبق رز أبيض. خدهم بقى واحدة واحدة كده ويتحط حواليه. هحط بقى الصوص، ممكن نخلي الصوص جنبيه، ممكن نحط الصوص دي اللي أنا كنت قشرت الجلد من عليها عشان كده طالعة لونها فاتح قوي. شفتوا حضراتكم ما اخدش يمكن دقيقة على النار، ما كملش 50 ثانية. لو بنعمل ده بقى بالكاليماري الكبير التاني هياخد شوية وقت أكتر، يعني ممكن ياخد مثلا دقيقتين على ما الكمية اللي محطوطة في الطاسة تبتدي تستوي، ياخد له دقيقتين مثلا. أنا هشيل دي عشان لونها بس مختلف عن الباقيين لأنها من غير القشر. خلي اللي من غير قشر دي في النص هنا كده. واخد بقى بالمعلقه، اقول لحضراتكم خليها زي ما هي كده، واللي عاوز يبقى ياخد من هنا لهنا، بس نحط لها اي لون اخضر في الرز ده عشان يبقى باين ان هو كويس كده. ومعاها ليمون. لو عايزين بقى نزود شويه توم مثلا على المايونيز او على المايونيز والسويت شيلي الصلصه الحاره الحلوه ممكن نزود كده. اول طبق كان كاليماري دايناميت او كاليماري محمر حراق. هطلع فاصل وارجع امام حضراتكم سلطه افوكادو بعين الجمل، خليكم معايا بعد الفاصل. رجع
تحيات لحضراتكم. بعد الفاصل عملنا الكاليماري الحار او كاليماري داينامايت، نعمل بقى سلطه افوكادو بعين الجمل. اقول على المكونات: نص خس كابوتشا، جبنه بيضة، مكعبات، ثوم، عين جمل، جزر، والافوكادو. هبتدي الاول على طول اجهز الطبق، لان انا هعمل ايه؟ هعمل دريسنج عادي، ملح وزيت زيتون بس، ممكن فلفل اسود. فهاخد من الخس، ادي الطبق ده هنا كده، البيز او القاعده اللي بتبقى في الطبق من تحت دي مش حلوه، مش حلوه يعني فيها حته سودة، ممكن نشيل من الحته السودة. انا شخصيا بشيل على طول اي حاجه شكلها مش على مزاجي، وافضل ان حضراتكم تعملوا كده برضو. هعمل كده الاول البيز، دوس عليها بايدينا كده عشان الخس يبقى ماسك نفسه في الطبق، فتح كده من كل حته. يبقى احنا كده ادي البيز الموجود. هاخد الجزر والمبشره، اتاكد طبعا المبشره نظيفه لان انا هحطها جوه الطبق. وايه على طول كل حاجه في الطبق حتى اللي هقدم فيه. كده كفايه، طول ما احنا بننظف على طول ما بسيبش حاجه، هتلاقوا ان الامور اسهل بعد ما اخلص طبيخ. ده خلاص فص ثوم هقطعه سلايسز وهخليه زي ما هو. عايز اقول لحضراتكم ان الثوم، طبعا اغلب الناس تبقى عارفه الثوم ده فص ثوم الصبح على الريق، مفيد جدا للقلب والدوره الدمويه. فلو نقدر نعمل كده يبقى خير وبركه، لو ما قدرناش نحط الثوم في السلطه ني زي ما هو. بس لما فين الثوم؟ لما ناخد فص الثوم ده الصبح على الريق بس بالسكينه نعمل فيه فتحه كده. ليه بنعمل الفتحه دي؟ علشان الثوم عليه قشره، فهتقعد فتره علشان تخلي المعده او عصاره المعده تقدر ان هي تهضمه. لما بنعمل الفتحه دي عصاره المعده بتخش جوه الثوم، فبتسهل الوقت وبتسرع، بتسهل على المعده وبتسرع الوقت. هقطع الافوكادو كده لما نشتري كمان افوكادو نحاول نجيب الافوكادو. لو جبنا 2-3 ماشي، لو جبنا اكتر من كده نجيب 2 على قد الطبخه بتاعت النهارده يبقوا مستويين، والباقي يبقى مش مستوي قوي علشان يقدر يقعد معانا 2-3-4 اسبوع، بدل ما نبقى جايبين الافوكادو وايه يسود ويبقى مش كويس. هفتحها كده ناحيه واحده، خلي بالنا بس واحنا بنعمل كده السكينه ما تعديش من القشره عشان ما حدش يتعور. وبعدين اجيب معلقه اكل عاديه ومن الناحيه الكبيره هدخل بالمعلقه كده بالراحه، هفضل ماشي على الجناب، احاول على قد ما اقدر اطلعهم سلام. طبعا مش كل مره بتطلع سليمه، بس يعني مع التجربه او مع الممارسه بتطلع سليمه. والثانيه من الحته الادخن بالراحه بالمعلقه، وبلف كده لحد لما اوصل لاخر الافوكادو، وبعدين اكمل نفس اللفه بتطلع بالمنظر ده. يعني هي طالعه فاضيه اهي تمام. دول برضو كمان ممكن يبقوا لزاز قوي، ممكن نحط فيهم تونه وساور كريم، ممكن نحط فيها بطاطس مهروسه ومعاليها شويه باسترما او بيف بيكن، يعني نبتكر. حط الافوكادو كده طبعا ايه هي مستويه شويه فتهرت، بس المهم ان هي طلعت وما فضلش حاجه في الجلد او في القشره بتاعتها. يعني هاكل انا دول. وهاخد الجبنه البيضة. لو عاوزين تقدموا طبق الجبنه البيضة ده زي ما متقطعه مربعات كده، حطوها في الفريزر شويه الاول قبل ما نطلعها نقطعها. يعني نجيب قالب الجبنه نحطه في الفريزر وبعدين نطلعه ونقطعه، بيبقى اسهل كتير.
تضف فين الجبنة ايه؟ بالشوكة، شوكة بقى او في ملقط الكبير بتاع الطبيخ، بس انا برضو بحاول استعمل دايما المكونات اللي موجودة، اسف المعدات الموجودة في كل بيت علشان ما يبقاش في حاجة صعبة على حد. الجبنة هنا عين الجمل لو جايبينه متحمص خلاص تمام، لو جايبينه مش متحمص هنسخن طاسة صغيرة نحطها على النار، نار هادية دقيقتين ثلاثة يتحمص على طول، أو نسيبه في الفرن على نار هادية 10 دقايق ربع ساعة. شوية عين جمل ورشة ملح بقى خفيفة من الجناب كده، الجبنة البيضة هيبقى فيها ملح كفاية، ورشة زيت زيتون، ويبقى كده الطبق خلص صحي ومفيد. لو عاملين دايت بلاش نحط زيت زيتون خالص. وهجيب طماطمايه تشاري من هنا نحطها كده في النص. يبقى النهارده عملت لحضراتكم اول طبق كان الكاليماري دايناميت او كاليماري حراق، تاني طبق سلطه افوكادو بعين الجمل. الف هنا وشفا، واشوفكم حلقه جديده. باي.